تحياتي يا أصدقائي، 8 أيام على بداية الحدث الآسيوي الأهم، بطولة كأس آسيا للأمم في قطر، منتخب سوريا. أخبار هذا المنتخب، عندنا مباراة ودية بكرة مع قرغيزستان، إصابات بالمنتخب، كيف من الممكن أن يلعب هكتور كوبر التشكيلة المتوقعة؟ حنحكيها بهذا الفيديو، لكن قبل صديقي، إذا ما أنك مشترك بالقناة انزل اشترك سبسكرايب ولايك، وتعليقاتكم أكيد كثير مهمة. إذن يا حبايب القلب، أجواء معسكر منتخب سوريا في الإمارات، أجواء يعني مثالية لولا الإصابات يلي صارت مع المنتخب، إصابة مارديك مارديكيان ووجود علاء الدالي أو استدعاء علاء الدالي بداله، ربما تكون ربما ضرة نافعة، لأنه علاء الدالي يستحق أن يكون متواجد ضمن تشكيلة المنتخب. بنقول له سلامات لمارديك، وكل التوفيق لعلاء الدالي أكيد بمنتخب سوريا في المرحلة المقبلة. أكيد يعني بالنسبة لمنتخبنا أيضا الإصابة الثانية، لكن هي الإصابة اللي أنا برأيي هي الأصعب لمنتخب سوريا. لماذا؟ لأنه محمد عثمان لاعب خط وسط، صانع ألعاب ومتميز جدا بمنتخب سوريا، قادر على صنع اللعب، قادر على ربط الخطوط بين بعضها، يعني دائما مجهوده واضح. محمد عثمان للأسف تعرض لإصابة وتم استبداله باللاعب محمد عنز، يلي هو يملك خصائص دفاعية ولا يملك خصائص هجومية. بنقول له طبعا سلامات لعثمان، رح يغيب عن بطولة آسيا هو مارديكو، وأهلا وسهلا بالعنز، على أمل أن نشوف العنز تبع مباراة تونس. يعني تتذكر الهدف اللي سجلته بمرمى المنتخب التونسي، بدنا نشوف هذا العنز يلي كان بمباراة تونس في بطولة كأس العرب. هي الأجواء بمنتخب سوريا. رجع أيهم أوسو لتدريبات منتخب سوريا بعد أن كان معه وعكس صحي، غاب عن طبعا ميران الأمس، وبالتالي يعني أجواء هاي المنتخب. شفنا خليل ياس مع المنتخب بالتدريبات، فرحنا كثير لما شفنا خليل وبابلو، ويعني شفنا الصورة، صورة البعض من أصدقائي على العرب يعني سموه منتخب سوريا الأرجنتيني، لأنه في عندك هيكتور كوبر وفي عندك هلا 4 عم بيلعبوا كانوا بالأرجنتين، يعني في توليفة سورية أرجنتينية، على أمل يعني أنه نشوف الروح الأرجنتينية بمنتخب سوريا. هلا يعني بعيدا شوي عن الأحلام، نجي شوي على الواقع. مباراتنا بكرة الودية مع قرغيزستان، طبعا منتخب مشارك في بطولة كأس آسيا، منتخب متطور، منتخب يملك يعني سلم تصاعدي بنتائجه، وبالتالي مباراتنا معه بكرة مباراة هامة، هام لأنه أول مباراة رح تكون لبابلو صباغ، أول مباراة لأيهم أوسو، أول مباراة لخليل ياس مع المنتخب بهاي الصورة الجديدة لمنتخب سوريا. للأسف يعني للأسف إنه نحن ما حنقدر نشوف المباراة. هلا ممكن البعض يوافقني، ممكن البعض يخالفني، أنا ضد فكرة عدم نقل المباريات. البعض يقول لا بدنا نخبي الخطة وما بدنا الفرق الثانية تشوف لعيبتنا الجداد، وبدنا أخي هلأ في عالم كرة قدم الحديث وفي عالم تحليل الأداء المتطور، كل المنتخبات لديها فريق تحليل أداء لكل اللاعبين. يعني بتعرف بابو صباغ كيف بده يلعب، بتعرف خليل ياس كيف بده يلعب، بيعرف كل اللاعبين وكيف مستواهم وكيف بيلعبوا وكيف بيتحركوا على أرض الملعب. وبالتالي يعني قصة هي عدم نقل المباراة، يعني في اتفاق من سوريا ومن منتخب الآخر قرغيزستان، لكن يعني أنا لا أجدها يعني تفيد كثيرا، لا سيما انه نحن يعني بحاجه نحن نشوف كجمهور يعني اللاعبين الجداد مع المنتخب. نتمنى انه يكون في توليفه حلوه ينسجموا، نتمنى ما يكون في اصابات. يعني انا صرت كثير خايف من الاصابات، لا سمح الله يعني مو ناقصنا، يعني بعد الاصابتين اللي كانوا منتخب سوريا حاليا مو ناقصنا، لا سيما انه في اسم عمر السومة مانو بالمنتخب. يعني أنا خائف من موضوع الإصابات، ما بدي أقول أسماء مشان ما أكون هيك فقل سيء على حدا، لكن بتمنى ما يكون في إصابات. هلا على ما يبدو أنه هيكتور كوبر حسب ما شفنا بالمباريات الودية اللي لعبها منتخبنا كلها يعتمد على الصيغة اللي هي 4-4-2، لكن هي 4-4-2 دفاعية، تسكير المناطق والاعتماد على الهجمات المرتدة. هلا بالفترات السابقة مجموعة اللاعبين اللي كانوا موجودين حسب ما قال هيكتور كوبر انه ما كانوا عم يعني يوفروا له افكاره او يطبقوا له افكاره ومنظومة افكاره على ارض الواقع. هلا بدنا نشوف خليل ياس، بابلو صباغ، ايهم اوسو،
عندك أنت العمود الفقري للمنتخب هو عمود فقري جديد، أيهم في الوسط، بابلو في الهجوم، وعندك أوسو في الدفاع، وبالتالي هذا السلم هو سلم ممكن تبني عليه يعني أمجادك وأحلامك وتطور يعني منتخب سوريا إذا كانوا في حالتهم الجيدة. إذا كانوا في حالتهم الجيدة اليوم شفت بالميران، يعني شفت خليل وبابلو عم بيعملوا جري حول الملعب، يمكن يعني بحاجة أيضا بدنيا لحتى يكونوا جاهزين أكثر، ما بعرف إذا حيلعبوا أساسيين بكرة. لكن أنا يعني إذا بدي أحكي بتشكيلة منتخب سوريا الأساسية أو المثالية حسب الخطة 4-4-2 اللي بيعتمدها هكتور كوبر، يعني في حراسة مرمى أكيد حيكون إبراهيم عالمي لأنه هو الحارس الأساسي اللي كان موجود مع عصام الحضري ويملك الثقة الكبيرة مع عصام الحضري. في خط الدفاع أعتقد أنه سوف يلعب باللاعب أيهم أوسو وعمر ميداني. أنا أفضل أيهم أوسو مع مؤيد خولي، هي رؤيتي، لكن بظن أنه عم بيشتغلوا على توليفة أيهم أوسو وعمر ميداني. على اليمين عبد الرحمن ويس، على اليسار مؤيد عجان حسب كمان الفكر والمباريات اللي لعبها كوبر، عم نستنتج كيف ممكن يكون الوضع، أو بدل مؤيد عجان ممكن يستعين فهد اليوسف أو يبدل بيناتهم بالشوط الثاني. اللاعبين الوسط هن لاعبين كتير مهمين. بغياب محمد عثمان أعتقد أن منتخب سوريا سوف يعتمد على توليفة تتكون يا إزاكيل عم أو خليل ياس، أو خليل ياس وثائر كروما، يعني واحد اثنين من هدول الثلاثة هيكونوا موجودين حتى نوصل للصورة الحقيقية ببطولة كأس آسيا. وبفكر كوبر أن يعتمد على خليل الياس واللاعب يلي نعرفه وشفناه بتصفيات كأس العالم إذا كان لعب. هلأ بالنسبة للجناحين، أنا أفضل محمد الحلاق واللاعب عمار رمضان، لكن هل أنا أعتقد أنه كوبر ما كان عنده ثقة كبيرة بمحمد الحلاق، وأنا دائما أحكي في فيديوهات سابقة أنه هذا الموضوع يعني لازم يكون أوضح من هيك، لأنه عن جد محمد الحلاق هو أهم اللاعبين السوريين حاليا، من أهم اللاعبين موهبة، عم بيقود فريقه العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي، عم بيعمل نتائج حلوة، وبالتالي أعتقد أنه محمد الحلاق وعمار رمضان هن الأمثل لأجنحة منتخب سوريا. في خط الهجوم عمر خريبين وبابلو صباغ. هلأ وجود بابلو صباغ مع عمر خريبين، الانسجام، السرعة بين اللاعبين، التوليفة السريعة حتكون موجودة إن شاء الله. بتمنى يكون في يعني هذا الفكر التكتيكي اللي هيكتور كوبر يوصل لهؤلاء اللاعبين. أهم شيء أنه هيكتور كوبر حيدافع بالفريق كله لما تكون الكرة مع الخصم، يعني بابلو صباغ هو أول المدافعين، عمر خريبين هو ثاني المدافعين، حينفذوا له الخطة الدفاعية كان لهيكتور كوبر من خلال هذا الفكر التكتيكي. على كل حال يعني أكيد ما حنحكم على نتيجة مباراتنا بكرة مع قرغيزستان الودية، لكن النتيجة ممكن توصل لك صورة لشيء ممكن نشوفه. أكيد نحن ما حنشوف المباراة، بس الكادر الفني حيشوف المباراة، وبالتالي بدنا نعتمد على بكرة على بعض الأخبار الناتجة أو الصادرة عن الكادر الفني، واللي ممكن هي ما تكون يعني حقيقية 100%، لأنه هنا بنوصلوا رؤيتهم، أما رؤيتنا تختلف أكيد عن هذا الشيء. على كل حال حبايب القلب، لا تنسوني من دعمكم وتعليقاتكم، بدي توقعاتكم لتشكيل ونتيجة مباراتنا الودية غدا مع قرغيزستان. وسؤالي لك، بدي تعليق منك بهذا الفيديو، هل تعتبر أن النتيجة هامة في مباراتنا مع قرغيزستان غدا الودية أو لا؟ حيلعبوا الجمعة، بكرة الجمعة، بعدين حيسافروا يوم السبت على قطر، بيلعبوا مباراة ودية مع ماليزيا بقطر، ثم تبدأ رحلة الهم والهموم بطولة كأس آسيا. باي باي.